اتكلمنا الحلقة اللي فاتت ان ازاي روبرت بوفال اثبت ان اهرامات الجيزة متطابقة مع حزام عرل، وبعد بحث طويل في متون الاهرام اثبت كمان ان نهر النيل متطابق مع مجرة درب التبانة، وان الاهرامات السبعة اللي ممتدة من ابو رواش لحد دهشور متطابقة مع سبع نجوم في السماء. ونشر اللي وصله في مجلة اثرية علمية وكان قرر انه يتوقف عند النقطة دي، لكن بعد اعوام من نشره ونظريته كنا دخلنا في بداية التسعينات. الفترة دي كانت بداية ظهور الكمبيوتر الشخصي في كل بيت. صاحبنا روبرت اشترى برنامج كمبيوتر اسمه سكاي جلوب. البرنامج ده كان بيستعمله الفلكيين لمعرفة مواقع النجوم في فترات معينة من الزمن. فالبرنامج عبر مجموعة حسابات بيقدر يوريك شكل المجموعات النجمية وتغير أماكنها اللي بتحصل بسبب حركة الأرض. يعني بمعنى تاني ممكن تشوف مكان النجوم هيبقى عامل ازاي بكرة وبعده، وممكن تشوف شكلها بعد 1000 سنة. من خلال برنامج سكاي جلوب رجع روبرت للعصر المعروف رسميا انه عصر بناء الاهرامات اللي هو تقريبا 2500 قبل الميلاد، لكنه لاحظ ملاحظه غريبه، ملاحظه خلته يسال نفسه هل ممكن الاثريين يكونوا اخطاوا في تحديد عمر الاهرامات؟ في الستينات خرجت نظريه مهمه على ايد 2 باحثين، باحث مصريات اسمه ألكسندر بدوي ومتخصصة فلك اسمها فيرجينيا تريمبل. بتقول ايه النظرية دي؟ معروف ان الهرم الاكبر فيه 4 فتحات بتسمى فتحات التهوية. بالحسابات الفلكية لقوا ان الفتحتين اللي في غرفة الملك بيشاوروا عن نطاق النجم الاكبر في حزام اوريون ونجم الثعبان، والفتحتين اللي في غرفة الملكة بيشاوروا على نجم الشعرى والنجم القطبي. لكن اللي يهمنا دلوقتي الفتحة اللي في غرفة الملك. بالحسابات لقوا ان نجم النطاق بيمر امام الفتحة اللي في غرفة الملك سنة 2500 قبل الميلاد، ودي احد الاسباب اللي خلت بعض الناس متمسكه بتاريخ 2500 قبل الميلاد كتاريخ لبناء الاهرامات. هنشوف النظريه دي بوفال هيستفاد منها ازاي قدام. برنامج سكاي جلوب ده قديم جدا وتطويره وقف من زمان، لكن احنا هنستعمل برنامج مشابه احدث عشان نشوف ايه هي الحاجه الغريبه اللي لفتت نظره. البرنامج اللي هنستعمله اسمه ستيلاريوم، هو مجاني وبيشتغل على معظم نظم التشغيل زي ويندوز وابل، وبيقدر يوري لك شكل السماء ومواقع النجوم 100,000 سنة قبل أو بعد الميلاد، وموجود في المصادر لو حد حابب ينزله ويستعمله. هنشغل البرنامج وأول حاجة بنختارها هو المكان اللي انت عايز تشوف شكل السماء من عنده، فاحنا هنختار منطقة الجيزة اللي الأهرامات فيها، لكن انت ممكن تختار أي نقطة في جزء مصر السفلى اللي كان فيه العاصمة القديمة منف، وتدخل إحداثيات خط الطول وخط العرض اللي ممكن تجيبهم من جوجل إيرث. لكن انا بقولك مقدما النتيجة مش هتختلف كتير، واحنا هنا للتسهيل هنختار من القائمة منطقة الجيزة. احنا دلوقتي واقفين عند اهرامات الجيزة سنة 2019. خد بالك ان البرنامج مهمته يوري لك السماء بس، ملوش دعوة بالارض، يعني مش هيظهر لك الاهرامات، لكن هي المفترض انها في المكان ده. وهنبص دلوقتي في اتجاه الجنوب. حرف S اللي هو South يعني الجنوب، والمجموعات النجمية هي ظاهرة قدامي في منطقة تسمى السماء الجنوبية، والخطوط دي البرنامج يعملها لتسهيل التعرف على المجموعات. عايزين نرجع بالزمن لعام 2500 قبل الميلاد، هكتب في السنين 2500 بالسالب. هو ده شكل السماء في الوقت ده. ممكن نتحرك شوية بالأيام والشهور لحد ما أوريون وضرب التبانة يظهروا قدامي. ظهروا فعلا قدامي، ده أوريون ودي مجرة ضرب التبانة، هي الخط ده. من المعروف إن زاوية محور الأهرامات مع الأفق 45 درجة بالظبط، لكن الملاحظة اللي روبرت لاحظها في البرنامج هي لو تخيلنا إن في خط مستقيم خارج من فتحة غرفة الملك بيشاور على نجم النطاق زي ما اثبت بدوي وفيرجينيا، هنلاقي ان نسق الاهرامات مش متطابق لحزام اوريون. يعني هما خلوا فتحه الهرم الاكبر تشير للنطاق وما طبقوش باقي الاهرامات. في اختلاف كبير في الزوايا، لو قربناها هنلاقي زوايا الميل واضحه. اللي تحت ده نسق اهرامات الجيزه بزاويه 45 درجه مع الافق زي ما قلنا، لكن كوكبه اوريون زاويتها 10 درجات تقريبا، وده فرق كبير جدا. بمعنى تاني ان الاهرامات لو كانت اتبنت سنة 2500 قبل الميلاد فعلا ما كانتش هتتبني بالشكل ده، لكن كانت هتتبني بزاوية 10 بالشكل ده عشان يطابق اوريون. ممكن حد يقول يعني ما هما يمكن بنوا 3 اهرامات وخلاص بأي زاوية، عشان كده قلنا مفيش اخطاء، مفيش صدف، مفيش حاجة اتبنت بعشوائية او اعتباطا، وكل حاجة كانت خاضعة لتصميم دقيق، وزوايا اللي اختاروها كانت لسبب محدد. طب لو اتحركنا شوية بالتاريخ يمكن في فرق في السنين، هنروح لتاريخ احدث. رحنا ل 2400 قبل الميلاد، وصلنا لقبل 2000 قبل الميلاد، ولسه في فرق كبير في الزوايا، المطابقة مش عايزة تحصل. طيب نجرب نروح لأقدم، هنروح ل 2600 قبل الميلاد، 3000 قبل الميلاد، وصلنا لحد 3500 قبل الميلاد، يعني التاريخ اللي المفترض فيه بدأت الحضارة المصرية بشكلها المعروف، برضه المطابقة مش عايزة تحصل.
لزوايا مختلفة. لكن روبرت لاحظ ان فرق الزوايا بدأ يقل كل ما نرجع بالزمن. هنا بدأ يسأل نفسه اذا كان عمر الاهرامات المتحدد ده صحيح ولا لا. لكن عشان يعرف اجابة السؤال ده بدأ يسأل نفسه، طيب اصلا هو عمر الحضارة المصرية نفسه اتحدد ازاي؟ وبدأ يدور على الاجابة في الكتب والمراجع. شامبليون اللي وضع قواعد فك الهيروغليفية كان رأيه ان بداية الحضارة المصرية بشكلها المعروف كان مع عصر الاسرة الاولى سنة 5867 قبل الميلاد. بعدها العالم الالماني كارل ليبسيوس حركها ل 3892 قبل الميلاد. اوجست ماريت اللي هو مؤسس المتحف المصري رجعها ل 5004 قبل الميلاد. زميله دكتور بروكش خلاها 4400 قبل الميلاد. في النهاية اصبح تاريخ 3200 قبل الميلاد تقريبا هو التاريخ اللي بيتخذه حاليا معظم الاثريين كتاريخ معتمد لبدء الحضارة المصرية بتوحيد المملكتين على يد الملك مينا نارمر مؤسس الاسرة الاولى. الارقام والتقديرات فيها تفاصيل كتير، لكن في مجملها عبارة عن خليط من فهم النصوص التوراتية والانجيلية عن سنين الحكم واعمار الملوك والانبياء، وتخمينات وتقديرات شخصية بتختلف من واحد للتاني. لحد النهاردة مازال في تباين في الارقام بين المراجع، ولذلك دايما في المصادر الاجنبية بيحط لك حرف سي او سي اي قبل السنة، اختصار كلمة سيركا، ومعناه ان التاريخ ده تقريبي يعني مش بالظبط، وده لان مفيش وثائق دمغة بنعتمد عليها في التواريخ، لكن كلها ترجيحات وكل كتاب يستند لرأي غير التاني. سؤال دلوقتي، هل قدماء المصريين تركوا لنا وثائق خاصة بعمر الحضارة؟ في المتحف المصري بمدينة تورين بإيطاليا توجد واحدة من أهم البرديات حصل عليها رحالة إيطالي اسمه دروفتي في أوائل القرن 19. البردية للأسف مهشمة وما نعرفش بالتحديد هل اتهشمت قبل أو بعد اكتشافها. البردية بتحتوي على أكثر من 340 اسم ملك من ملوك مصر، تحت كل منهم عدد سنوات حكمه، وتبدأ بعصر يسمى عصر الآلهة بمقدار 7000 سنة. لحد دلوقتي مش مفهوم يعني ايه عصر الآلهة وايه المقصود بالآلهة تحديدا، ولو كانت البردية دي سليمة كانت هتبقى أهم وثيقة تؤرخ للتاريخ المصري. تعليقا على البردية دي كتب الدكتور سليم حسن في موسوعة الحضارة المصرية ان البردية ذكرت عدد كبير من الملوك النكرات، يعني الملوك اللي ما نعرفش عنهم اي حاجة. وهيرودوت اللي نقل عن كهنة مصر ان 340 ملك حكموا 11340 سنة، خد بالك من الرقم. الوثائق التانية اللي عندنا اللي بتؤرخ العمر الحضارة جات لنا من مانيتون السمنودي، مؤرخ مصري على درجة كبيرة من العلم، طلب منه بطليموس الثاني كتابة وتبويب التاريخ المصري القديم. استعان المؤرخ مانيتون وقتها بالوثائق والسجلات الموجودة في المعابد المصرية. النسخة الأصلية لكتاب مانيتون للأسف ضاعت للأبد في حريق مكتبة اسكندرية في العصر الروماني، لكن من حسن الحظ ان بعض المؤرخين نقلوا لنا مقتطفات من كتابات مانيتون. من ضمن اللي نقلوا المؤرخين دول هو ان تقسيمه وتبويبه لملوك الحضارة المصرية مش بيرجع بس ل 3000 سنة، لكن بيرجع لما يقرب من 30000 سنة. فنقل المؤرخ يوسبس القيصري عن مانيتون ان ذكر 3 حقب قبل عصر الاسرات اللي البعض بيسميهم خطأ بالفرعنة، لكن التسمية الصحيحة هي عصر الاسرات. 3 حقب دول هم المبجلون، شمس حور او اتباع حورس، وملوك العهد بمجموع 28000 سنة، لدرجة ان يوسبيوس القيصري شكك في رواية مانيتون من ضخامة الرقم، وقال انه اكيد كان يقصد 28000 شهر مش سنة. في رواية المؤرخ ديودورس الصقلي مؤرخ تاني نقلا عن مانيتون ادى 33000 سنة قبل الملك مينا، يعني عمر الحضارة المصرية ككل حسب نقل ديودورس بيوصل ل 36000 سنة، ومؤرخين تانيين نقلوا كلام مشابه بأرقام تقدر بعشرات الالاف. فلو بصينا على الخط الزمني للتاريخ المصري من ميلاد السيد المسيح، قبله العصر الروماني، قبله البطلمي، قبله كان عصر الأسرات، وقبله مجموعة من الحضارات والمجتمعات اللي عاشت متفرقة من غير دولة مركزية زي النقادة والبداري وغيرها، وقبل كده مفترض انها مرحلة ما قبل التاريخ وما نعرفش عنها اي حاجة. أتباع حورس، ملوك العهد، عصر المبجلين، وقبله عصر الآلهة، حقب وعصور مجهولة من التاريخ المصري
بيتم تجاهلها أكنها مش موجودة. وزي ما شفنا البردية دي مذكورة من قبل علماء بوزن دكتور سليم حسن ودكتور أحمد فخري وغيرهم كتير، يعني إحنا مش بنتكلم عن بردية سرية أو مجهولة، لكن في ذكرهم ليها ما بيفسروش هو العصور دي كان مين فيها وإيه إنجازاتهم وراحوا فين. هما بيذكروها كمعلومات مجردة. فدلوقتي في تناقض بين أرقام مانيتون وبردية تورين من جهة والأرقام اللي في كتب التاريخ الحالية واللي بتحصر الحضارة المصرية في 3000 سنة بس، بتنسب كل الأثار زي الأهرامات والمسلات والمعابد والتماثيل وغيرها لحقبة عصر الأسرات بس. في شك إن الأرقام الحالية واللي أخذناها من العلماء الأوروبيين من 200 سنة كانت خاضعة لميول دينية، بمعنى إن عمر الحضارة ما كانش ينفع يزيد عن 6000 سنة، وده عمر البشرية حسب الرواية التوراتية. وإذا كان هناك اختلاف من اللي نقلوا عن مانيتون بسبب سهو في النقل أو إبداء الرأي الشخصي أو اختلاف التقويم، لكن مفيش شك إن في عصور كاملة من التاريخ المصري لسه مش عارفين عنها أي حاجة، وإن عمر الحضارة مش 3000 سنة بس لكنه يقدر بعشرات الآلاف من السنين. كل المعلومات دي كانت قدام روبرت بوفال وهو بيفكر في عمر الأهرامات. إذن فواضح إن تحديد عمر الحضارة المصرية ككل لم يتم على أسس صلبة، واقتصر فهمنا عن الحضارة المصرية على إنها عصر الأسرة بس أو قبلها بشوية صغيرين. فوارد جدا ان الاهرامات تكون اقدم من 2500 قبل الميلاد، وعشان كده التطابق ما حصلش وزاويه الانحراف كبيره، اوريون مش مطابق للاهرامات. نروح تاني للبرنامج ونحاول نرجع بالزمن، هنرجع من عام 3500 قبل الميلاد لقبل كده، اهرامات الجيزه في الجنوب بالظبط، وهنبدا نرجع. التطابق حصل، أهرامات الجيزة متطابقة مع أوريون بزاوية 45 درجة مع الأفق، ونهر النيل متطابق مع درب التبانة بميل 9 درجات، لكن التاريخ هو 10500 قبل الميلاد. 10500 قبل الميلاد هو أول توقيت يحصل فيه تطابق بين أهرامات الجيزة وحزام أوريون بنفس الزوايا. وقت التجربة دي كان صديقه جراهام هانكوك معاه، فقال له إحنا تهاجمنا بس عشان قلنا إن في علاقة بين الأهرامات ونجوم أوريون، أمال لو قلنا الأهرامات عمرها 10000 سنة هيعملوا فينا إيه؟ يمكن البرنامج ده فيه مشكلة؟ ممكن. طيب هات برنامج تاني. جابوا برنامج تاني طلع نفس النتيجة، هات برنامج تالت طلع نفس النتيجة، دايما 10500 قبل الميلاد. إذن فبناة الأهرام سجلوا عمر الأهرامات نفسه في هندسة البناء بشكل غير قابل للمحو ولا للضياع. طبعا بكل المقاييس الكشف ده ممكن يعيد كتابة التاريخ المصري مرة تانية، لأنه رجع بعمر الحضارة المصرية قبل عمرها المؤرخ رسميا بآلاف السنين، وإن بناة الأهرام مش شرط يكونوا من عصر الأسرات، لكن ممكن تكون حقبة مصرية أقدم منهم بكتير، وإن عصر الأسرات دول زينا بالظبط، اتولدوا لو الأهرامات موجودة. موضوع تاني باختصار، أول توقيت حصل فيه تطابق بين نسق أوريون ونسق أهرامات الجيزة بين درب التبانة ونهر النيل كان سنة 10500 قبل الميلاد، وإن ده منطقي جدا يكون هو العمر الحقيقي للأهرامات. سنة 1994 نشر روبرت بوفال نظريته في كتاب لغز حزام أوريون، أثار ضجة كبيرة وقتها وصعد كتابه في سنتها إلى تصنيف أعلى الكتب مبيعا في إنجلترا، لكن علماء المصريات الأكاديميين رفضوا النظرية ورفضوا حتى إن هم يناقشوها، واتهموا روبرت بوفال بإنه جاهل وغاوي شهرة وبيحب الفانتازيا. وفي أكتر من برنامج تلفزيوني رفض الدكتور زاهي حواس حتى مجرد مناقشة النظرية مناقشة تفصيلية، واتريق على صاحب النظرية وشاف إن قراية الكتاب أساسا تضيع وقت. دكتور حواس، you have to admit the position of the pyramids is just like the position of the stars of Orion. It's an imagination, it's fantasy. The man is not basing his theory on any archaeological or philological evidence at all. The man is an amateur. The man should go and teach in a children's school, but he cannot ride on pyramids. Tell me his CV, his education. What kind of education did he have? Engineering? I don't think that he never really got an education. I don't think so. Have you never read the Orion Mystery or the Keeper of Genesis? I don't waste my time. You know, I am a man, I'm a scientist. مع احترامنا للدكتور زاهي حواس ومكانته العلمية الكبيرة، لكن ازاي هننتقد كتاب من غير ما نقراه؟ والحقيقة اننا خسرنا كتير بعدم مناقشة النظرية دي، والموضوع تحول من خلاف اكاديمي الى صراع شخصي. وما اعرفش كتاب باللغة العربية اتكلم عن النظرية دي باستثناء كتاب واحد، هو كتاب الاستاذ انطوان بطرس لغز الهرم الكبير،
ولو حد حابب يتعرف على تفاصيل اكتر للنظرية بنصحه يقرأ الكتاب ده. الأستاذ أنطوان بطرس بيقول إن رفض علماء المصريات للنظرية كان لسببين أساسيين. أولاً، المعروف إن علماء المصريات متفقين على إن الأهرامات هي جزء من عقيدة دينية تتصل بالشمس. أضلع الأهرامات تمثل أشعة الشمس، والأهرامات أشبه بمنصات إقلاع ترشد الملك في طريقه إلى الشمس للالتحاق برعا في رحلته اللي بتتم برضه بواسطة مراكب الشمس. والأهرامات مبنية غرب وادي النيل، يعني جهة غروب الشمس، رمز الموت. إذن فكل شيء يوحي ظاهريا بارتباط الأهرامات وطقوسها بالشمس، لكن نظرية روبرت بوفال بتثبت ارتباط الأهرامات بالنجوم، وإن الأهرامات اتبنت غرب وادي النيل مش علشان غروب الشمس ولا حاجة، لكنها عشان مكافأة لنجوم موجودة غرب درب التبان، وإن بنات الأهرام أصحاب عقيدة نجمية مش شمسية، وده بيضعف من احتمالية ان عصر الأسرات هم بنات الأهرام. ثانياً، ان نظرية بوفال بترجع بعمر الأهرامات لعشر تلاف سنة قبل الميلاد. كده فنظريته دي بتهدم تقريباً علم المصريات اللي اتكتب في آخر 200 سنة. وعلاف المراجع والنشرات والوثائق والتسجيلات والأبحاث هيتم إعادة النظر فيها، مش في التاريخ المصري بس، لكن في تاريخ العالم كله. وزي ما شفنا من المنقول عن مانيتون ان في حقب مصرية ممتدة قبل عصر الأسرات بآلاف السنين، وارد جداً ان بنات الأهرام يكون حقبة منهم. ممكن يكونوا مبجلين او شبه سحور اللي هم الباحورس او اي حقبة تانية. طب ليه ما نعتمدش على كربون 14 في معرفة عمر الاهرامات ونريح نفسنا؟ طريقة معرفة عمر المادة عن طريق كربون 14 دي تم اكتشافها في الاربعينات، وبتستخدم في تقدير عمر الحفريات. التأريخ بكربون 14 بيعتمد في قياسه على وجود مادة عضوية، لازم مادة عضوية. المادة العضوية دي ممكن تكون عظم او شعر من موميا، ممكن تكون خشب، ممكن تكون بقايا اطعمة. طب افرض مفيش مادة عضوية، يبقى مش هنعرف عمر الحاجة. ولذلك لما بيحصل قياس بكربون 14 ما بيتمش قياس على الصخر نفسه، لكنهم بيدوروا على اي مواد عضويه حوالين الحجر يقيسوها. نرجع لكلام الدكتور مارك لينر، احد اشهر علماء المصريات، في حوار مطول على موقعه عن القياس بكربون 14. ومارك لينر من المؤيدين لفكره ان الاهرامات اتبنت في عصر الاسرات سنه 2500 قبل الميلاد. بيقول الدكتور مارك لينر: اولا، مفيش طريقه سهله يمكن الاعتماد عليها لمعرفه عمر الاهرامات بما فيها كربون 14. ثانيا، انهم لما حبوا يعرفوا تاريخ الاهرامات بالكربون المشع عملوا ايه؟ قاسوا مراكب الشمس اللي هي معموله من الخشب اللي هي ماده عضويه، قاسوا اوعيه فخاريه حول الهرم اللي هي كان فيها بقايا اطعمه مجففه برضه ماده عضويه، قاسوا بقايا اخشاب محروقه لقوها محشوره بين احجار الهرم، انما احجار الهرم نفسه معمول من صخر المحاجر مش هينفع نقيسه. مراكب الشمس او الاوعيه الفخاريه او الهياكل العظميه اللي حواليه ادى التاريخ تقريبا في حدود 2500 ل 3000 قبل الميلاد، لان الاهرامات تعاقب عليها عصور مختلفه، والحاجات اللي لقوها دي ومن ضمنها مقابر العمال ممكن تكون جت بعد بناء الاهرامات بالاف السنين، ومش دليل ان هي تنتمي لعصر الاهرامات. في المتحف النوبي في اسوان في اثر غريب عباره عن بيضه نعامه بترجع لعصر نقاده، يعني حوالي 4500 سنه قبل الميلاد. البيضه دي تم اكتشافها سنه 1907 في احد المقابر. لو بصينا على الرسوم اللي عليها هنلاقي رسم لثلاث اهرامات شبه اهرامات الجيزه، ونهر زي نهر النيل. لو بصيت على اهرامات الجيزه من الجنوب هتلاقي ان الثلاثه فعلا غرب وادي النيل، وان ترتيبهم من الاكبر للاصغر زي اللي على البيضه بالظبط. هنلاقي كمان ان نهر النيل المرسوم على البيضه ضيق من الشمال وواسع في الجنوب، يعني نفس صفات حوض النيل. لوحه الشرح الرسميه في المتحف بتقول ان عمرها 4500 سنه قبل الميلاد. الرأي الرسمي بيقول ان الرسم ده لا يمثل اهرامات الجيزة، وان دي مجرد صدفة. والحقيقة انا لقيت ناس تانية، منهم المتخصص ومنهم الهاوي، لاحظوا نفس الملاحظات دي، وكاتبين برضو ان بيضة النعامة دي دليل تاني على ان عمر الاهرامات اقدم من عمرها المعلن. شفنا نظرية بوفال الفلكية، شفنا بردية تورين، شفنا كلام مانيتون، وشفنا بيضة النعامة، وفي ادلة تانية كتير ما قلناهاش عشان الوقت ما يطولش اكتر من كده، لكن هنتكلم فيها في حلقات قدام. كلها ادلة بترجع بعمر الاهرامات وعمر الحضارة المصرية عموما لالاف السنين اكتر من عمرها الحقيقي. رغم انتشار النظرية واقتناع الملايين الناس بيها على مستوى العالم، لكنها ما زالت حتى الان مرفوضة على المستوى الرسمي. معنى كده ان لما الملك مينا نارمر وحد المملكتين وبدا عصر الاسرات سنة 3200 قبل الميلاد، كانت الأهرامات موجودة بالفعل من آلاف السنين. نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.